كاترون بالسلام اللي دمر الفريق قبل ما يمشي متعمد. والاستاذ سيف معاه مع السلام. طب قلت لما ليكوا فلوس ما طلبتوش للجنه؟ ست اشهر نايمين على بطنكم. مش معنى لما جه مرتضى ده بدايه التحرير. طيب لما اعرف انا شو الاسماء ان لاعب قد كده الزمالك عمل اسمه وانا ما كنتش موجود ايام ما كان بيب بيب اللي موجود. هذا اللاعب ضبط في الفندق هنا مع احدى الساقطات فأسامة نبيه صمم على طرده من معسكر. فهو قال كلمتين للعيبة، اللعيبة طبعا دي لعيبة محترمة كتير في الفريق واخدين موقف. ما هي النجاسة دي اللي مودانا في داهية. هم عارفين نظامي بس ما كنتش لسه جيت، كانت لسه بيب بيب اللي موجود. فالواد قال لهم هرجع المعسكر النهارده. لأن أنا ظابط كارتيرون في نفس الفندق مع ساقطة. ده يبقى فريق يكسب. ده فريق يكسب. ورجع الواد ولعب. لما انا جيت انا اثنين لعيبه هنا في مصر هنا مع اثنين ساقطات للاسف. امير بلغني قلت له بلغ كارتيرون ما ينقصوش كوره. ده رايي انا دايما اقول رايي هو حر ما يلمسوش كوره. وسام شيكابالا اللي يعرف شيكابالا يقول لكم مين هم الاثنين لعيبه واللعيبه المحترمه خدها الجامعة قال لك لا دول لا كارتيرون لعيب. عايزين تكسبوا ازاي؟ رايحين تقلوا اداب مع الجمهور؟ لما ممدوح عباس بصابع رجله ياخد الفريق كله عنده عشان يدي كل عيل 100,000 جنيه. واللي اسمه بيبو ده بعتهم له وده ياخد 200,000 وده ياخد 100. مش عايزين فريق الا مقسم ثلاثه. ايه اللي قدامه؟ وبعد ما راحوا قال لك الفريق ده فيه خونه. ممدوح عباس بيتكلم عن فريق الزمالك العظيم اللي فيه خونه. عايزين فريق يكسب ياخد بطوله؟ ازاي؟ قولوا لي ازاي؟